أنا بطل كبير، بطل ذهبي بارالمبي، استطاع إنه يشارك منذ فترة ليست بالبعيدة في بطولة الجائزة الكبرى في فرنسا، ونجح في حصد ميداليتين ذهب 100 متر و200 متر، تأهل بعدهما إلى طوكيو 2024 كأول مصري في ألعاب القوى البارالمبية يتأهل إلى الأولمبياد. حدث كبير، والحقيقة هو من أحد لاعبي النادي الأهلي. بس الأول قبل ما نتكلم على هذا الإنجاز الكبير لازم ارحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو. ابتدي بالكابتن الكبير الحقيقه، صديقي الشخصي المقرب العزيز على قلوب الاهلاويه كلها، كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ودايما بننتظر لقائك والله بجد يا كابتن. ربنا يخليك، شكرا ليك، شكرا ليك ولكل الاهلاويه وقناه الاهلي طبعا. اهلا بحضرتك. النادي الاهلي كله. نروح لبطلنا الذهبي كابتن كريم محمود، لاعب النادي الاهلي واللاعب البارالمبي وصاحب ميداليتين البطوله الجائزه الكبرى في فرنسا 100 و200 متر ذهبيتين. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك كريم. يعني خلينا بقى نبتدي معاك ونبتدي بطلنا طبعا نستاذن كابتن ياسر. وانت النهارده محور حلقتنا. ابتديت ازاي اللعب؟ بدات فين؟ ابتدات ازاي؟ كلمني عن بدايتك، لان انت هنا عشان تقدم رساله للي بعدك. قول لي بدات ازاي؟ هو انا بدات العب من 2009. بدات طبعا المشوار كان طويل عليا بالنسبه لي. في بدايه بدات عندنا بني سويف في نادي مبارك. الحمد لله بدات التدريب، يعني اول ما بدات طبعا كنت في الدراسه، طبعا كنت دراسه وتمرين. نعم. فكان عندك كم سنه؟ كان عندي تقريبا 9 سنين اول ما ابتديت. بدات. مين اللي وداك تلعب، انت ولا بابا ولا ماما؟ مين اللي هو كان شخص صديق لي، صديق للعيله. تمام. هو اللي ودانا العب، وبدات بقى المشوار من والحمد لله بدات اتدرب خلال فتره. انا كان في هناك مركز للعب البارالمبي على حسب يعني الاعاقه وكده، ولا انت رحت كده مع نفسك؟ هو شخص وداني طبعا النادي عندنا في بني سويف، طبعا نادي مبارك فيه مكان للتدريبات. ممتاز جدا. وعندنا استاد بني سويف طبعا مكان للتدريب، استاد فيه تراك وبنتمرن فيه، ما فيش اي مشكله. ممتاز. انا بدات المشوار واحده واحده الحمد لله. انا اول جمهوريه من بدايه 2013. 4 سنين كنت اول مصر. بدات من 2013. بدات 100 و200 برضه ولا بدات 400 متر؟ كنت بدأت بلعب مسافات كبيره. كنت بلعب 400 متر. بدات 400 متر من بدايه 2013، كنت اول جمهوريه لحد 2018، لحد ما طلب تيست المنتخب مصر لالعاب قوه. الحمد لله شاركت في التيست ده في سباق ال 200 متر و 400 متر وطلعت طبعا. خدوك. الحمد لله حطيت الرقم اللي كان مطلوب مني واتخذت. سنه كام؟ 2018، شهر 11 2018. بدات المشوار من 2019 الحمد لله. اول بطوله شاركت فيها في حياتي كانت بطوله فزاعه الدوليه 2019. الحمد لله حصلت على ميداليتين، ميداليه فضه في ال 100 متر وميداليه برونزيه في ال 200 متر. ما شاركتش في سباق ال 400 متر لانه ما كانش موجود السباق. طب بطوله فزاعه كانت مشارك فيها ابطال عالميين؟ طب بطوله فزاعه دايما بتبقى من اقوى البطولات على مستوى العالم، لان البطوله الوحيده بتبقى اول بطوله في الجراند بري في بدايه السيزون. وشاركت بعدها في بطوله عالم للناشئين في شهر 7. عملت ايه؟ حصلت على ميداليه برونزيه في بطوله العالم في سباق 400 متر. الله. والرقم اللي حطيته اهني لبطوله عالم للدرجه الاولى في شهر 11، كان بعدها بحوالي 5 شهور بالظبط. الله اكبر. سافرت بطوله العالم، كنت اصغر لاعب في الباسا، احنا كنا 10. الحمد لله شاركت في سباق 400 متر، حطيت رقم كويس جدا وعملت ميداليه فضه. بعدها شاركت في بطوله المغرب كانت 2022، الحمد لله عملت فضيتين في سباق ال 100 متر و200 متر، ومنها اتاهلت لبطوله العالم في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله، واولمبياد باريس 2024. شاركت. كلمني على الجائزه الكبرى بقى. تمام. كلمني عنها، ما انت نطيتها على طول. قول لي الجائزه الكبرى عملت ايه؟ الحمد لله انا سافرت بطوله ايطاليا، كان قبلها في شهر 2. قبل الجائزه الكبرى. قبل الجائزه الكبرى. سافرت بطوله فزاع في شهر 2. تمام. الحمد لله شاركت في ال 100 متر، كان فيها بطل عالم السريلانكي. عملت ايه؟ الحمد لله عملت ميداليه ذهبيه. كسبته؟ كسبته بفرق كبير جدا الحمد لله. طبعا انا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى كبيره. انا نازل انا عارف انا هعمل ايه، فالحمد لله نزلت الماتش الحمد لله عملت ميداليه ذهبيه، ورقم حلو، رقم كويس جدا بالنسبه للرقم اللي كنت عامله في المغرب كان وحش. فالحمد لله رجعت اتمرنت حوالي بالظبط 2 أو 3 شهور، وسافرنا بطوله الجائزه الكبرى في ايطاليا. طبعا احنا كنا 7 لعيبه، فالحمد لله شاركت في سباق ال 100 متر كان اول سباق، ودي يعني شيء فرحني جدا ان العب السباق الاساسي قبل كل السباقات. نعم. لعبت السباق الاساسي ال 100 متر، كان جنبيا بطل عالم بتاع ايطاليا، هم 2 أبطال عالم من ايطاليا كان جنبيا في السباق. فالحمد لله نزلت. لا طبعا انا طبعا اي لاعب بيبقى عنده خوف طبعا. بس يعني الحمد لله يعني من كتر اكتساب الخبرات بقيت يعني تركيزي بقى اكتر 100%. الله اكبر عليك. فالحمد لله لعبت جنبهم، انا لعبت الماتش كويس جدا، رجعت رقم جديد وده رقم شخصي جديد الحمد لله.
وعملت ميداليه ذهبيه ومنها بقت مصنف يعني المفروض ثاني عالم على الرينج. تمام. الله اكبر عليك. فالحمد لله يعني احنا دلوقتي بنستعد لبطوله العالم ان شاء الله. هلعب يوم 12/7. بس خدت 200 متر كمان. لعبت 200 متر. أيوة. عملت لا ما تتوهنيش كده، ميداليه مهمه يا كريم. ماشي. لعبت 200 متر برضو الحمد لله، عملت ميداليه ذهبيه، بس انا طبعا كل تركيز على ال 100 متر لان ده سباق الاساسي. ده سباق الاساسي اللي موجود في بطوله العالم. 200 متر ما فيش 200 متر. ما فيش 200 متر. هي الموجوده عشان كده انت ما قلتهاش، لانه 200 متر مش هتلاقيها في بطوله العالم. فدلوقتي حاليا انا بستعد لبطوله العالم في شهر 7 ان شاء الله. احنا السفر ان شاء الله 2/7، هلعب ان شاء الله يوم 12/7 الساعه 8 بالليل بتوقيت الدوله هناك. الله اعلم بقى بتوقيت مصر الساعه كام. فين؟ فين؟ في فرنسا ان شاء الله. ان شاء الله. يعتبر احنا بطوله العالم هتتلعب على ملعب اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. اللي اتلعبت فيه. لا احنا هتتلعب عليه. لسه هتتلعب عليه. تمام. فاحنا دي يعتبر كده تيست للملعب قبل مشاركتنا في اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. الله اكبر عليك يا كريم. فده شيء كويس جدا لي. الله اكبر عليك يا كريم. لا ومذاكر تاريخه ومذاكر وعارف هو عايز ايه ومتحدث كويس كمان يعني. الله اكبر عليك بامانه. يعني بامانه بطل بجد، قاعد قدامي بطل من ذهب. ربنا يحفظك يا رب.